أخبار الآن على الحدود الإيرانية مع كردستان العراق. هجوم دام على نازحين سوريين في الحسكة يودي بحياة العشرات. وفي النشرة أيضا ريما قصة نجاح لناجية من سرطان الثدي بعد معاناة لخمسي سنوات. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من العراق. استفتاء استقلال كردستان شمالي العراق جذب مزيدا من الاضطراب إلى المنطقة. بغداد عقبت الأكراد عبر قرار حظر جميع الرحلات الدولية إلى العاصمة أربيل، وأغضب تركيا وإيران على حد سواء. مخاوف ناتجة من الخشية من أن هذا الاستفتاء قد يلهم أكراد تركيا وإيران، ما دفع بطهران إلى التهديد بإغلاق الحدود مع كردستان العراق. موفدتنا جنان موسى زارت معسكرات التدريب التابعة لبيشمركة كردستان إيران، وعدت التقرير من الحدود العراقية الإيرانية. لا أصدقاء لنا سوى الجبال، عبارة يرددها الأكراد دائما، ولا يمكن فهمها جيدا إلا عند رؤية هذه الجبال التي تحميهم في شمال العراق، والتي لا تقهر بسبب طبيعتها. على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع إيران، تنطلق التدريبات العسكرية في أحد مخيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. بعد إعداد الخطة تبدأ الرماية، تليها قذيفة صاروخية أو RPG. يتوزع أفراد البيشمركة الجناح العسكري لهذا الحزب خلف التحصينات، وينفذ كل منهم المهمة الموكلة إليه. منذ العام 1945 بدأ هذا الحزب صراعه بوتيرة مختلفة ضد إيران، ومنذ ذلك الوقت يحاول الحصول على حقوق أكبر للأكراد هناك. وما كان لاستفتاء إقليم كردستان العراق إلا أن يزيد من أملهم وطموحاتهم بالتغيير. نحن بصفتنا بيشمركة من شرق كردستان في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني نؤيد الاستفتاء، وكذلك السكان داخل كردستان الشرقية يؤيدون الاستفتاء وينظرون إليه بتفاؤل كبير. نامل أن نحصل يوما ما على استفتاء مماثل في مناطقنا في شرق كردستان. تحت خيوط أشعة الشمس الذهبية يخبرني القائد العسكري بهمان عن أسباب حملهم السلاح. نحن كأحزاب دائما مستعدون، لأننا ثوار ونحن نقف ضد نظام وحشي لتحرير أمتنا التي تعيش تحت الاحتلال منذ 70 عاما، ونحن ملزمون بأن نكون مستعدين دائما عسكريا وجسديا. فنحن نتوقع هجوما من الإيرانيين في أي وقت، لذا يجب أن نكون مستعدين. يتوزع الشعب الكردي في 4 بلدان هي تركيا، العراق، سوريا وإيران. يطلق الأكراد اسم شمال كردستان على الجزء التركي كما هو مبين في هذه الخريطة التقريبية، وجنوب كردستان على الجزء العراقي، وغرب كردستان على الجزء السوري، وشرق كردستان على الجزء الإيراني. يحلم الأكراد بتوحيد هذه الأجزاء الأربعة يوما ما لإنشاء دولة كردستان، وهذا ما يجعل الأمر حساساً لبقية شعوب المنطقة، لأنه سيؤدي إلى تفكك 4 بلدان في الشرق الأوسط. إن استفتاء إقليم كردستان له تبعات على الأجزاء الكردية الباقية، وفق مسؤول كردي التقيته في إربيل. وما هي هذه اللقطات للمظاهرات الداعمة للاستفتاء بين أكراد إيران؟ إلا دليل على ذلك. من أجل تحقيق الحقوق الوطنية نحن نؤيد الاستفتاء، وإذا لم تستمع الدول إلى مطالب الأكراد فأنا أتوقع أن تكون هناك إمكانية كبيرة للحرب والانفصال في البلدان التي يعيش فيها الأكراد.
ولهذا يبقون على أهبة الاستعداد هنا في الجبال، حيث يمكن رؤية مواقع حرس الحدود الإيراني بأم العين. إلى موقع آخر نتجه لنصل إلى أقرب نقطة تفصل البيشمركة عن الحدود الإيرانية. نحاول أن نقترب الآن لرؤية مواقع القوات الإيرانية المتمركزة على طول الحدود. يجب أن نلتزم الحذر ونتحرك بسرعة لكي لا نلفت نظر الإيرانيين الذين يمكن أن يقصفوا هذه المواقع. وصلنا الآن إلى آخر نقطة على الحدود العراقية الإيرانية. لا يمكننا أن نتقدم أكثر من هنا، لأن بكل صراحة الأراضي الإيرانية تبعد حوالي الكيلومتر الواحد. ولكن هذا التواجد الإيراني على الحدود لا يستطيع أن يمنع عمليات التهريب التي تتم عبر هذه الجبال. في البرد القارس ألتقي بمهربي المشروبات الروحية، وهم يستعدون لعبور الحدود العراقية الإيرانية بطريقة غير نظامية. أسألهم عن الوضع الأمني على الجانب الإيراني، ولا سيما بعد الاستفتاء. لقد قاموا بزيادة عدد قواتهم، كما قاموا بجلب الحشد الشعبي، وقاموا بإغلاق الحدود، وأصبحت طريقنا صعبة وسيئة. بعد تغليف صناديق الكحول يبدأ المهرب رحلة طويلة تصل إلى 13 ساعة عبر الجبال الوعرة لإيصال بضاعته إلى إيران. عمليات التهريب عبر هذه الجبال تتم في ساعات الليل الحالك، ولا تقتصر على نقل البضاعة مشيا على الأقدام، إنما أيضا بواسطة مئات الأحصنة في رحلة خطرة جدا. من هنا تدخل الأراضي الإيرانية الويسكي والفودكا وغيرها من المشروبات الممنوعة في إيران. سألت المهربين هنا أيضا عن الوضع الأمني على الطرف الآخر. الحالة على الحدود سيئة للغاية، لأن الإيرانيين زادوا عدد الجنود وقواعد رجال الشرطة والحرس الثوري. لقد أصبح عددهم يفوق الضعف أو الثلاثة أضعاف مقارنة بفترة قبل الاستفتاء، ولأنهم خائفون فإنهم يضعون ضغوطا كبيرة على الأشخاص الذين يعملون عبر الحدود. لقد تغير الوضع كثيرا على الحدود. لقد جلبوا الكثير من الشرطة وتم إغلاق الحدود لمدة 15 يوما، وكانت الطائرات تقوم بمراقبة الحدود بشكل مستمر، لذلك لم يتمكن الناس من العمل. لقد أصبح الأمر خطيرا الآن. هذه المشاهد تبرهن أن الحدود غير مضبوطة، وإنه يمكن استخدامها من قبل أي طرف، ليس فقط لإدخال الكحول، إنما أيضا لإدخال الأسلحة والذخيرة والمقاتلين إلى إيران. في معسكر البيشمركة انتهى التدريب العسكري وحان وقت اللعب كرة القدم، لكن السلاح حتى خلال ممارسة الرياضة يبقى دائما جاهزا. بعدها ولإبقاء المعنويات مرتفعة، يقوم الأفراد بأداء الأغاني الكردية القديمة التي تتحدث بحنين عن التضحية والنضال وحب الوطن، ولا تنتهي الجلسة إلا بالرقص التقليدي. وبينما يستعدون لقضاء ليلة جديدة باردة في هذه الجبال، يأمل أكراد إيران أن يستفيدوا من الفوضى الحالية في المنطقة لرسم حدود جديدة لصالحهم. جينا موسى، أخبار الآن من الحدود العراقية الإيرانية. أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية أن بغداد لها مجموعة من الشروط التي يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق أن تلبيها قبل الموافقة على إجراء محادثات بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الانفصال. وقال المتحدث في رد فعل على عرض السلطات الكردية إجراء حوار إن على حكومة إقليم كردستان الإقرار بالسيادة الوطنية على كل أراضي العراق.
إلى سوريا، حيث قتل 65 شخصا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة استهدفت نازحين شمال شرق سوريا، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقع الهجوم في محافظة الحسكة في منطقة يتجمع فيها النازحون في منطقة دير الزور قبل السماح لهم بدخول المخيمات. بعد تحريرها من داعش وزوال ظلام الجهل عنها، عاد مئات الطلاب إلى مقاعد الدراسة في مدينة الطبقة غرب الرقة السورية التي عانت كثيرا من انتهاكات التنظيم المتطرف. تفاصيل أوفى مشاهدينا في تقرير الزميل يمان شواف. بعد أن حرمهم داعش أبسط حقوقهم التعليم، يعود مئات الطلاب إلى مقاعد الدراسة في ريف الرقة، حيث بدأ العام الدراسي في مدينة الطبقة غربي الرقة. وباشرت المجالس والهيئات الإدارية توفير كل الإمكانيات لعودة الطلاب للدراسة. بالأول أنه حسب الأعمار، عم نأخذ الأعمار الحقيقية للطالب والمواليد، بعدين نفرزه حسب مستوى. بسبب الانقطاع طبعا الأول صار الخامس، صار ثاني أو ثالث، والسادس طبعا كل من نزل عن مستوى، فنحط حسب المستوى بعد فرز طبعا من المعلم. الأهالي يتوافدون إلى هذه المدرسة لتأمين مقاعد لأبنائهم، ومع ارتفاع الأعداد الكبيرة للطلبة يبذل الجميع جهودا جبارة لإعادة الحياة لمدينتهم. أسماء شفيق هي إحدى الإداريات في لجنة التربية التابعة لمجلس الطبقة المدني، تقول إن أكثر من 100 مدرسة تم افتتاحها، وأن أعدادا كبيرة من الطلبة التحقت بالمدارس. تلاميذ صار عندنا عدد بالطبقة وريفها صار 27 مدينة، النواحي اللي تابعة إلها صار 27 صف مدرسة تنفتح. هاي المدرسة اللي انفتحت فيها بالريف في شي حوالي 7000 طالب، وضمن المدينة هون صار شي حوالي 15000 تلميذ يتقدم لها، وهي 9 مدارس اللي انفتحت، فاضطرينا نفتح فوجين واحيانا 3 أفواج، كونه انه المدارس هاي كان فيها نازحين وما عم يطلعوا منها النازحين، ما عم يمشي الحال، فاضطرينا انه نفتح فقط 9 مدارس بالطبقه ضمن المدينه. بات الوضع اليوم افضل حالا، اختفى جهل وظلام داعش من هنا، وبدأ التعليم ينتشر من جديد. بعض الأساتذة والمتطوعين يبذلون كل جهدهم لمساعدة الطلبة وتعليمهم القراءة والكتابة والحساب. السعادة والفرحة واضحة على وجوه الأطفال في مقاعد الدراسة، بينما يردد الأطفال الأصغر سنا الأحرف الأبجدية ويحاول الأكبر منهم تذكر ما نسوه بعد ابتعادهم عن مقاعد الدراسة لسنوات. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل قصير أخبار الآن. تلتقي زانة مصطفى الوسيط في إطلاق فتيات شيبوك في نيجيريا. أحييكم من جديد. منحت الأمم المتحدة إحدى جوائزها المرموقة جائزة نانسون للاجئ إلى المحامي النيجيري زانة مصطفى، الذي أسهمت وساطته في ضمان الإفراج عن أكثر من 100 تلميذة خطفهن مسلحو جماعة بوكو حرام. زانة مصطفى وفي أول لقاء تلفزيوني مع قناة تلفزيونية عربية خاصة به أخبار الآن، تحدث عن كيفية تعامله في عملية التفاوض لتحرير الفتيات وكيفية إقناعه الطرفين بوكو حرام والحكومة النيجيرية بالبدء في هذه المفاوضات التي وصفت بالمعقدة. نتابع. حسنا، المشكلة هي عندما تحدث جرائم كهذه لا يمكنك الشروع بالمفاوضات بشكل عفوي، بل يجب أن يكون لديك تفويض رسمي من قبل الجهات المعنية، وهذا التفويض هو الذي طلبه الرئيس رسميا من قبل الأمم المتحدة، حيث قال بعبارة واضحة: أنا أريد أن أبدأ التفاوض مع بوكو حرام. وبعدها كلفني الرئيس بهذه المهمة، وهكذا بدأت عملية التفاوض. يبدو لي أن موقف بوكو حرام في دخول المفاوضات لم يكن مختلفا عن المفاوضات الأخرى التي شاركت فيها خلال مسيرتي. مسألة الوساطة بين الجهتين أكبر من إدارة المفاوضات نفسها، بل يجب أن يكون لديك كل الوسائل الأساسية لإنجاح الوساطة، ومن بينها أن يكون طرفات تفاوض جديين في دخول المفاوضات، أعني أن يكون هناك طرف مستعد لتقديم شيء.
وأن يكون الطرف الثاني مستعدا لأخذ المطروح، وهذا مما وجدته بين بوكو حرام والحكومة النيجيرية. لا يمكنني الإفصاح عن هذه المعلومات في الوقت الحالي على الأقل، حيث تمثل خرقا للتفاهمات التي وصلنا إليها مع بوكو حرام، ولا أريد أن أقوم بما يخالف ما اتفقنا عليه مع هذه الجماعة. كل ما أستطيع قوله هو أنني عملت كوسيط بين جماعة بوكو حرام والحكومة النيجيرية، وتمكننا من خلال هذه الوساطة من إطلاق سراح 103 من الفتيات المختطفات، وهذا يعتبر نجاحا كبيرا بالنسبة لي. أظن أن بعضا من هذه المعلومات غير دقيق على الأقل. أتذكر أن أول من نشر عن إطلاق سراح الفتيات كانت محطة CNN، حيث نشرت أسماء الفتيات وورد في التقرير أنهن على ما يرام. ولكي أكون دقيقا، أنا محام محترف ولست طبيبا متخصصا للخوض في التفاصيل الصحية للفتيات والتأكد من الحالات النفسية والصحية لهن، لكن من خلال ملاحظاتي يبدو لي أنهن في حالة مستقرة. حسنا، كانوا يشعرون بفرحة كبيرة، وأيضا أنا كنت سعيدا جدا بإتمام هذه المهمة التي بدأتها، وطبعا مسرور جدا بالحضور في نهايتها. يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم استراتيجيته بشأن إيران، لا سيما قراره حول الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني. وانتقد الرئيس الأمريكي مرارا منذ تولي مهامه الاتفاق الذي لا يتطابق مع المصلحة الوطنية لواشنطن، عدا أنه أكثر سخاء من إيران وأنه لن يمنعها من محاولة تطوير سلاح نووي، مهددا بإلغائه. قال كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أن التهديد الذي تمثله القدرات النووية الكورية الشمالية تحت السيطرة حاليا، لكنه أكد أن بلاده لن تسمح لبيونغ يانغ بتطوير أسلحة تمكنها من ضرب الولايات المتحدة. وقال كيلي إن بلدا طور قدرات لصواريخ باليستية عابرة للقارات بدرجة جيدة ويطور إمكانات لحملها رؤوسا نووية، فإنه لا يتم السماح له بامتلاك قدرة الوصول إلى واشنطن. هز زلزال ضعيف منطقة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، لكنه ليس ناجما عن نشاط إنساني فيما يبدو. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن زلزالا بلغت شدته 2.17 درجة وكان على عمق 3 كيلومترات في إقليم نورث هاميونغ قرب موقع نونجيري للاختبارات النووية. ونتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت فيسبوك يعدل نظام الإعلانات قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة. جاء في تفاصيل الخبر، قال مدير التكنولوجيا في فيسبوك إن الشركة بدأت بتعديل طريقة تعاملها مع الإعلانات السياسية على منصتها، وقد تدخل بعض التغييرات قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في العام المقبل. وتشكل انتخابات الكونغرس والولايات المتحدة تحدي لفيسبوك وشركات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي لتحسين التصدي لذلك النوع من التدخل في الانتخابات. ونطالع مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية، جوجل ميني يتجسس على مستخدميه. يبدو أن مساعد صوت جوجل الجديد جوجل ميني يتجسس على بعض مستخدميه بسبب مشكلة فانتوم، هذا الجهاز الذي تم تصميمه للرد على أسئلتك، ولكن بعد أن تقول حسنا جوجل أو بالضغط على الاستمرار مع الاستمرار على اللوحة التي تعمل باللمس، فقد تم العثور في النموذج المفرج عنه مبكرا على أن خاصية تسجيل صوت تبقى مفعلة طوال الوقت دون أن يدرك الشخص ذلك. ختاما مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية التي جاء فيها مايكروسوفت تعلن رسميا وفاة نظام ويندوز فون، حيث قررت شركة مايكروسوفت الاستسلام في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، إذ أعلنت أن نظام ويندوز فون لن يحصل بعد الآن على أي مزايا جديدة ولن تطلق أي هواتف جديدة تعمل به. وجاء ذلك على لسان نائب رئيس الشركة لشؤون ويندوز 10 الذي نشر تغريدات عبر موقع تويتر
أعلن فيها رسميا أن مايكروسوفت سوف تركز في المرحلة المقبلة على دعم المنصة بإصلاحات الثغرات والتحديثات الأمنية فقط. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل أخير. أحييكم من جديد. في منتصف عقدها الرابع شكل سرطان الثدي صدمة لريما استطاعت بعد 5 سنوات من اجتيازه، وتحولت السيدة المصابة إلى إرادة وعزيمة لمساعدة الغير. التفاصيل في التقرير التالي. أنا اكتشفت أنه معي كانسر، بريست كانسر، كان عمري 36 سنة بالصدفة. كان عندي فحوصات اللي بعملها دايماً عند الحكيم، وبين معي هالشي مع أنه أنا ما عندي حدا بالعائلة عنده بريست كانسر. عملت عملية، دليتني شهر بعد العملية بلشت الكيمو، كان عندي 16 جلسة كيمو. من أول جلسة، من تاني جلسة بلش يهر شعري. كانت مرحلة صعبة، مع أنه كان في وجع بالكيمو بس هر الشعر كان يمكن كمان أصعب. والحكيم كان طالب مني نقص شعراتي قبل حتى ما حس أنه كتير عندي كتل شعر عم تنزل بين إيدي. لم تتقبل ريما بسهولة صدمة مرضها بسرطان الثدي، فعملت بتوجيهات الطبيب المعالج، قصت شعرها وحولته إلى شعر مستعار بعدما قدمت لها أختها خصلا إضافية لتعزيزه، وغالبا ما كانت تستعيد عنه بالوشاح علّه يخفي آثار العلاج الكيميائي. ورغم ذلك ليس هناك أي غنى عن دور الأهل والأولاد للتخفيف من تداعيات المرض النفسية. تأسفت كثير لما عرفت أنه أمي عندها سرطان، أنه كنت خايفة شي يوم أنه يدقوله على المدرسة، أنه يقولوا له أنه أمي توفيت، لأنه الشغلة الوحيدة اللي كنت أسمع عن السرطان أنه بتسبب الموت. بس الأيام اللي ما كان عندي مدرسة واللي كان أنه عندي وقت كنت روح أقعد حد أمي لما كنت أعمل كيموثيرابي. بس أسهل كثير على صحتي، بس أنه بعد كم شهر تحسنت وصارت صحتي أحسن الحمد لله. أخواتي، أهلي، أولادي، الناس اللي بتحبني أكيد كنت كثير مقهورة وحتروح على بيتها وحتبكي، بس قدامي كنت انبسط فيهم لأنه كانوا يقووني ويعطوني كثير معنويات. و 50% من العلاج للكانسر هو المعنويات. ريما هي أم لثلاثة أولاد، تبدو مطمئنة نوعا ما إلى أنها اجتازت مرحلة الخطر، لكن القلق على صحتها تحول قلقا على صحة الأولاد. بعد ما بتقطع المرحلة اللي هي بيقولوا الحكمة أنه هي 5 سنين اللي أنا قطعتها الحمد لله، بتصير تفكري، ما بتودي تفكري بحالك، بتصير تفكري بولادك، خصوصا ببنتك. أنا عندي بنتي عمرها 16 سنة، فكر انه انا شو وردتها، لا سمح الله لا يقدر انه ممكن تكبر ويبين مع هذا المرض. اليوم ريما باتت عضوا في الجمعيه اللبنانيه لمكافحه سرطان الثدي، وفي تقديمها لشعر المستعار نفسه ساعدت 10 نساء على التخفيف من الاثار الجانبيه النفسيه للمرض. ويبقى الكشف المبكر خطوة استباقية لتسهيل رحلة مكافحة السرطان في وقت تؤكد المؤشرات ازدياد نسبة الإصابة به، ولا سيما سرطان الثدي. لأخبار الآن، تريسي أبي عنطون، لبنان. في أخبارنا الرياضية، انتهت تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 مع بقاء جولة الملحق ذهابا وإيابا، وسوف يستعرض لنا الزميلين أحمد وعفراء في التقرير التالي أبرز ما حدث في التصفيات لنتابع. طوال التصفيات أقيمت 270 مباراة، سجل فيها 794 هدف، أي بمعدل 2.9 في المباراة الواحدة. نعم، يعني بالفعل أحمد معدل غزير من الأهداف، وكما نعلم روبرت ليفاندوفسكي خطف لقب هداف التصفيات من كريستيانو رونالدو ب 16 هدفا. النجم الألماني كيميتش أفضل صانع ألعاب والذي صنع 9 أهداف يبدو اليوم ينافس اللاعب مسعود أوزيل. نعم، وليس بالأمر الغريب طبعا لما يملكانه من أسلحة هجومية، أقوى خط هجوم في التصفيات من نصيب ألمانيا وبلجيكا ب 43 هدفا. 43 هدف هجوم كبير، ماذا عن الدفاع؟ فإسبانيا وإنجلترا الأفضل باستقبالها 3 أهداف فقط. نعم، ممثلو القارة العجوز في روسيا هم فرنسا، البرتغال، ألمانيا وصربيا
بولندا، إنجلترا، إسبانيا، بلجيكا وأيسلندا. الحديث عن أيسلندا، مفاجأة المونديال بلا شك بعد التألق في يورو 2016، فهي اليوم تحجز مكانها بين كبار أوروبا. نعم بالتأكيد. أما المنتخبات الثمانية التي حققت أفضل ثواني وتأهلت للملحق هي سويسرا، إيطاليا، الدنمارك، كرواتيا، السويد، إيرلندا الشمالية واليونان وجمهورية إيرلندا. الحديث الدائم عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. إذا ما شارك رونالدو في دور المجموعات في مونديال، سيكون اللاعب الأكثر مشاركة في اليورو والمونديال ب 37 مباراة. نعم أحمد، بالفعل رقم قياسي للدون. أيضا هناك رقم استثنائي لمنتخب إسبانيا الذي لم يخسر في آخر 63 مباراة في تصفيات كأس العالم. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. أخبار الآن على الحدود الإيرانية مع كردستان العراق. هجوم دام على نازحين سوريين في الحسكة يودي بحياة العشرات. وريما قصة نجاح لناجية من سرطان الثدي بعد معاناة لخمس سنوات. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. مشاهدينا عدوا ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، وأيضا اللقاء يتجدد في تمام الثانية ظهرا بتوقيت السعودية مع نشرة الظهيرة المفصلة. مشاهدينا دائما كونوا معنا قبل رأس كل ساعة بخمس دقائق. موجز الأنباء، في أمان الله.